تفضل. هذا السؤال لا وجهة لتطبيقه، كيف يمكن ننزله في الواقع؟ كيف يمكن أن نقول الذهب والأوراق النقدية هل يكون يعني في أي شيء نساوي بينهما؟ هل في العدد؟ هل في الوزن؟ واش كيلو ديال الأوراق النقدية هي كيلو ديال الذهب مثلا؟ واش هذا هو المقصود؟ أنا هذا سؤال في الحقيقة لا تنزيل له، لا واقع له، لكن يمكن أن يسأل عن قيمة الأوراق النقدية، هل هي كقيمة هذه المعادن الذهب والفضة؟ لا، هو في الحقيقة الذي ينبغي أن يعلم أن الأوراق النقدية يوم ظهرت ظهرت على أساس أنها تقوم مقام الذهب والفضة، وأن كل ورقة نقدية لها ما يعادلها من قيمة الذهب والفضة، عوض أن يحمل الإنسان ذهب في الأكياس كما كان من قبل أو الفضة، يعني يكون عنده الكيس بدرة فيها 100 درهم فضية أو 10 دنانير ذهبية، فغادي معاه ديك الشكالة كما كان من قبل. عوض ذلك سهلوا على الناس، هذا فعلوا، يعني كل قيمة نقدية، قيمة من الذهب أو من الفضة تعادلها أوراق نقدية. إذا الأوراق النقدية حين ظهرت كان لها رصيد من الذهب والفضة، وخصوصا من الذهب لأنه هو الأصل. لكن الآن في ظروفنا الحالية الاقتصاد اليوم، هذه القضية جاءت، لم يعد ذهب، لم تعد الآن الأوراق النقدية لها رصيد من الذهب والفضة إطلاقا، رصيدها أو قيمتها هو مصداقية البنك المركزي الذي يصدرها دولة، طبعا البنك هو دولة. إذا عندما يقول البنك هذه الورقة قيمتها كذا وكذا، هذه 100 درهم وهذه 200 درهم، وأن 100 درهم تشتري كذا وكذا الآن، وأن فئة فلانية تشتري كذا وكذا، وأن مثلا 100 غرام ديال الذهب خصك فيها كذا وكذا من الأوراق النقدية، إذا لم يعد الأوراق النقدية لم تعد لها رصيدها من الذهب والفضة أبدا، بل صارت لها قيمة أخرى، يعني يمكن أن نقول قيمة شرائية، وتكتسب حجيتها في هذا الشراء وفي هذه القيمة من الدولة عن طريق بنكها المركزي. اختلفت الأمور وتغيرت الأصناف على عقب، حتى إن مفهوم النقد الآن ما زال يتغير ويتطور، راه غيوصل واحد الوقت هذا الشيء كله ما يكونش لا أوراق نقدية ولا ديك القطاع الأجزاء ديالها، ولا مفهوم النقد يعني ذاهب نحو التغير الجذري. وفي النهاية في الحقيقة يعني هذا التغير هذا الجاري الآن واللي غير مسائل رقمية فقط، في النهاية ديال الأمر سيعودون إلى الأصل، غادي يوليو الذهب ويوليو المنتوجات العينية، غادي يوليو على فحال اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن لأنها المذكورات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو البر والشعير والتمر والملح، راه كانت نقودا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله كذلك، يشترى بها، تريد هذه السلعة هاتي مثلا الملح، هاتي التمر، هاتي ما كان رائجا، فكانت هذه المذكورات نقودا، وخصوصا وقد عطفت على النقود المباشرة على الذهب والفضة، ولذلك ماشي هذا هو المقصود أبدا، هذا من جهة. وينبني على هذا أن الذهب عندما يباع الآن بالأوراق النقدية، راه الذهب هنا يباع بصفته عروضا، ما بقاش نقدا، ما كنبيع لكش الذهب النقد، كنبيع لك العروض. واذا فالقاعده على كل حال ما توفرش فيها ما يوجب او ما يعني يتحقق به النهي الوارد في الحديث، اللي هو لا يجوز ان يباع الذهب بالذهب الا مساواه وتناجزا. دابا الان الذهب شيء والاوراق النقديه شيء اخر، لذلك يجوز
التفاضل بينهما، ويجوز كذلك النساء، لأن القاعدة عندنا أن البدلين إن اتحدا في العلة والجنس معا حرم التأخير والتفاضل معا، فإن اتحدا في العلة واختلفا في الجنس جاز التفاضل وحرم التأخير، أي النساء، فإن اختلفا في العلة والجنس معا جاز التفاضل والتأخير معا. هذه قواعد فقهاء قرروها قبلنا بقرون، فكيف وقد تطورت هذه الأمور؟ خلاصة أن الذهب إذا كان عروضا سوار أقراض إلى آخره، ذهب حلي يجوز بيعه بالأوراق النقدية تقسيطا وإلى أجل وبأي يعني الوجوه التي يتعامل بها الناس، لا مانع من ذلك أبدا. أتريدون أن ترجعوا بنا إلى القرن الأول؟ يوردون نفس الصور إلى نفس الهيئة التي كانوا يتعاملون بها أو فيها بهذه الأمور، بهذه يعني الدنانير الذهبية والدراهم الفضية وما إلى ذلك. إذا أتى الحكم نفسه رجع للحكم عليه كذلك.